عوض تسعة تعذر أبريدي توسم بارو خان خارب أبريدي دت خارب. عندنا الأولاد ساكنين في أوروبا مني كيجيو هنا كيهربوا ما يبغاش يمشي عند الدوار ديالو فين ساكنين. حنا ديما جينا من الخارج وجينا بولادنا والله العظيم إلا ولادنا ما بغاوش يطلعوا كاع في الطريق قال لك با واش غادي الحرب ولا ما عندنا الطريق ما عندنا الماء حنايا ضايعين ولادنا كيجيو من اوروبا ما يبغاش يمشي تما في هاد الزوار يسكن. نمشي نتعانى زكبري ذا وانيتا. بونونسيو غادي تهزيني هو هذا ما يزدغاش. شتيني حوايج نصناور زعما واش من السبب؟ نمشي نزين جيجاليا المغربيه تسمى تعيش ندير اوروبا وصحاب المنطقه وصحاب المنطقه نتواضع. ابري ذا تسمى توغاتوز الشركه اجن الشركه غتخدم. خدنيت تخدم ذا أربعة أسابيع أخني وتفاجأ أنا خيت واسما توجوع تشتي الماتريال توجوع غشغر نص عوض تسات أتعذر أبريدي توسما روخا خارب أبريدي نشينا خصنا نسيو ديجن تبرات غا المسؤولين المحليين والجهويين وعلى الخصوص السيد العامل إقليم دريوش أذين من ذات الجمع معيضة أذمين تعنى الكلمة نوم إتسابقا الجهات المعنية تفضل نشينا أخي أبري ذات فقد إجن مدة طويلة مدة 20 سنة أبري ذات وغنترجت الحمد لله أنهم يديوشوا أبري ذات يخدم الجماعة مرة فح مرة إحياء الملك نها قارو خدم سيمانة سبوعة هربوا شتين حوايج نصناور زعما واش من السبب؟ بمعنى واش من السبب؟ نشتي نازو ما شاركة ني واش من السبب سمح لي نخدم الثا تجا بمعنى تجا خمو قايا بريدا غاس الميزانية نس الدولة غاس الميزانية نس فقاس المعنى البلان نس نشتي نازو بريدا غنعم سيدي غادي يخدم هاد عقبنا هاد خدمن هذا خوشن ما يمي زعما واش من السبب احرن سانيتي سمحنا ذكبري زعما انا اللي نعزو الشعب مره الجماعيات عزو هاد السن ما خدمن ما سمحن ما نطنها ما نتشها زيد غا عقب دانيتي هاد خدمنا بريدة نعم اسيدي زعما انا اللي نعزو الشين اللي عزوني لنا مره هذه خزعه الكبري ما مشنش لان غابري دواء الطاسين وذاني تسمى هاجع المنطقة سوبري ذا وها قثيهم ويعذر نشينا تسمى ما مش ديوصل ذي التقرير لأن أنا بري ذوان غدا سيخرق تيزفت القدرون تسمى حاليا تسمى نشينا تسمى الدارة نتعانى سوبري ذا بزاف ونطالب زي المسؤولين المحليين أذخنين الأسباب يجي جعلن تسمى أبري ذا وخاس كمرن لأي سبب ونشين كجالية مغربية كتعيش نجروبا يسبقا نجات الشكاية غا رئيس الجهة ذايس يقارب 103 توقيع ونجاعود نفس نجاعود نراسل نجاج الشكاية عامل سيد عامل إقليم دريوش إلى حد الآن كلا الطرفين لن تلقى بأي جواب ونشي نشتكي ونطلب من المسؤولين ولن من اي جهه ومرقم الحال يمو نشي نطرق جميع الابواب يتوسم باش نستند على الاقل بعد اي سبب لماذا توقف اشغال على هذا الطريق دخل خارب وتقوالو نشينا اخي ابري ذات فقد اجن مده طويله مده 20 سنه ابري ذات وغنترجت الحمد لله انهم يديوشوا بريدة غادي يخدم الجماعه يا مره فح مره احياء الملك نهار قارو خدم سيمانه سبوعه هربوا شتين حوايج نصناور زعما واش من السبب بمعنى واش من السبب نشتي نازو ما يمي ما شاركه ني واش من السبب سمح لي نخدم الثا تجا بمعنى تجا خمو قايا بريدة غاس الميزانية نس الدولة غاس الميزانية نس فقاس المعنى البلان نس
مشي نازون ابري ذا غنا ما سيدي غادي يخدم هذا عقبنا الخدمة هذا خوشن ما يمي زعما واش من السبب احر سانيتي ذو سمحنا ذو قبري ما نغينا عزو الشعب مرة جماعيات عزو هاد السن ما خدمن ما سمحن ما نطنها ما نتشها زيد غا عقبن دانيتي هذا خدمنا بريقة ما ما سيدي اذا نغينا عزو الشين يعزوني مرة نبغي نعرفو نوجهو الكلمة ديالنا للمسؤولين بغينا يعطينا التوضيح علاش وقفوا لنا هذا الطريق الاول وطريق جا الميزانيه ديالها جا وبداو فيه تيخدموا وحنا ديما جينا من الخارج وجينا بولادنا والله العظيم الا ولادنا ما بغاوش يطلعوا كاع في هذا الطريق قال لك با واش غادي الحرب ولا دابا حنا كنطلبوا المسؤولين يشوفوا زعما الحل ديال هذا الطريق ويجيبوا لينا الدليل علاش ما بغاوش يخدموا مع وقفوا الخدمه وحنا ما عرفناش حتى شي حاجه ودرنا الشكايه وما كاين لا جواب ولا كلام حنا ما عرفناش زعما اش من السبب حتى وصلوا لهذه الطريقه وحنا كنشكروا زعما كل واحد وكنشكركم كلشي وكنشكروا المسؤولين ديالنا واخا باش يشوفوا وجهينا ويصوبونا هذا الطريق حنا عندنا الديور ديالنا وعندنا الارض ديالنا بغينا نخدموا بلادنا ولكن على هذه الطريقه ما نقدرش نمشيو تما كاع حتى نزوروا العائله ديالنا والسلام عليكم. اسمي نوال عبدوني عماروش الشفا الادارسة الدوار الولاد علي ثور ذا الدوار فيها 900,000 سكان في هذا الموضع ديال السكان فيها شي 1000 خلق ومن ثم جاو المسؤولين باش يخدموا هذا الطريق جابنا شي 5 ولا 6 ديال الكاميون ديال الطرب وعمرنا الطريق ما كتقدرش تفوتوا بالعجاج الله يجازيكم عندنا الاولاد ساكنين في اوروبا ملي كيجيو هنا كيهربوا ما يبغاش يمشي عند الدوار ديالو فين ساكنين كيهربوا من هنا وطور الدوار ولاد عليهم الولاد ديال الفلاحه ما عندنا الطريق ما عندنا الماء حنايا ضايعين ولادنا كيجيو من اوروبا ما يبغاش يمشي تما في هاد الدوار يسكن كيهربوا عند الحسيمه وفي الناظور وفي الداخليه هاد الدوار بقى خالي شي 1000 دار اللي كاينه تما جا خدموا 4 ايام ولا 5 ايام وهزوا الحوايج ديالهم ومشاو ما عندنا اي شي حاجه هنا الا عندنا شي مسؤوليه في المغرب خصنا نعرفهم الى عندهم المسؤوليه بقاو في الدور ديالهم والناس الشعب ضايعين ماشي حق ماشي قانون العامل حنينا ما نكتب العامل وما يبغاش الوكان حتى شي واجب حنايا مرميين في هذا الجبل ما كاين اللي يقلب علينا ما كاين اللي يدور هنا حنايا ضايعين اولادنا ضايعين فوروبا كيجيو هنا ما يبغاش يجي في هذا الموضع يسكن الدوار خاليه كنطلب المسؤولين يجيو هنا يشوف هذا الموضع حنايا الدين يحيى الملك ديالنا محمد السادس الله ينصرو الله يشافيه حنايا من طنجة حتى للكويره حنايا البلاد ديال المغرب كنحبها السحريه ديالها كنبدها كنموت عليه كندافع عليه كنحب حتى الحبس اللي في المغرب مسكون كنحبها ولان المسؤوليه خصها يشوف المشكله ديالنا ما عندنا مستشفى ما عندنا طريق ما عندنا الماء حنايا ضايعين خصنا نعرفوا اش من السبه جاوا هنا خدموا 5 ايام جاوا عمروا الطرب ورموا في الشريع ومشى هربوا واخا برجلينا ولا بالسياره ما نقدرش نمشي على الدوار الله يجازيكم المسؤوليه خصها يشوف هذا المشكل علاش هربوا يجيو هنايا عندنا الله يجازيكم الله ينصرنا سيدنا محمد السابس الله ينصرو الله يشافيه لا ينكر نوات نشين تعانا زكبري ذا ونيتا ارماني ديوسا عامة باش تخدمنا بريدا بذان خدمت بذان غالاخير سمح ندايس انت في تما الشعب الدواره ونيتا تما يتعانى جمعانة تمقرنت ونتمنى هذه المسؤولين يتجان خمانايا اذبدل خمانايا في اقرب وقت ان شاء الله نتمنى تيري ثبرات المخصوص لازم اخسان السن ما زديت كمانايا من زغدي كمانايا وبريده
توغى الانسان الشعب يفاح ويزينو صحاب الخارج فاحن انا جو خد انت وين الطوموبيل هنا خذ عاون خد تسنيو سيدينو مليح نعلم كارو خزينة وين تنتقى من انساس وحسن طلع كامل يتعك من ياسين وكبري نعمل الثمن وين زي من عن بريد خو كل شيء باللعنت سبد المانيا ما نعرف ما نخاف وين السين ايش سخن ما المعنى وبريده ومي سبدان ما المعنى طريقه يا زعما وهذا اش كملنا هو هذا الشيء نازو غير الحقوق وبريده ماشي مساواة اخسر هذا خوش الحقوق مبريده هذا كمرنا بريده باش نشين الساكنه تورده ويا سيدينو اتيري مليح الساكنه تورده تم قرات ويا سيدينو ايوا انا قاور نزيت كما شخص انا واور السني السني ما يمي حتى شعري خذاني بنطي وزما ما غاري شي حاجه بولونسيا وغاري تهزيني هو هذا ما يزدغاتك ما يزدغاتك هاك المشكل من ما راه هرش لي لي داه لي هو ميز غاز غاز بولونسيا ني خات زوينا تما ما نوين تما انا يا واش الطلبين مسؤولين طلبين اني غي جن الشركه هذا كمرنا بريدا والله ينصر سيدنا نتكلم باللغه العربيه باش الرساله تعمم الجميع بصفتي متحدث باسم مجموعه من الاهالي المنتمين لمداجر منطقه طورده جماعه مهاجر اقليم دريوش المقيمين بأوروبا. بعدما استبشرنا خيرا من مجلس جهة الشرق في بناء طريق مزفت يعني البودرون وسيربط دواوير منطقة طوردة بالطريق الإقليمية إلا أن لاحظنا مؤخرا تخلي الشركة المكلفة عن مواصلة العمل والرحيل بآلية العمل عن المنطقة دون معرفة الأسباب. نحن أهالي مغاربة من منطقة طوردة بجماعة مهاجر إقليم دريوش مقيمين بأوروبا أرسلنا شكاية ب 130 توقيع إلى السيد الرئيس جهة الشرق ثم سلمنا نفس الشكاية إلى السيد العميل إقليم دريوش ولم نتلقى من كلا الطرفين أي جواب حتى الآن. لذا نطالب نحن ساكنة المنطقة والجالية المقيمة بالخارج من السلطات المحلية والإقليمية والجهوية وخاصة السيد العميل بإقليم دريوش بمعرفة أسباب توقف أشغال هذا الطريق الذي سينشط الحركة بالمنطقة ويزيل معاناة المواطنين. هذا الطريق لا يصلح للماشية فما بالك بالإنسان.